لكن عموما ما في مشكلة. لخصنا بعض الجمل للمتسابق وطبيعة ما عمله خلال هذا الأسبوع وهي كالآتي. عماد العثيم طقطوقي فلة رهيب بس ما يرضاها على نفسه. عبد الرحمن عارف كوميديا جميلة لكنها تحت الصفر. محمد بحاج صاحب المركز الأول في الأسبوع الماضي رحمه الله. النجاشي الله يستر غيابك القادم يعني مغادرة البرنامج إن شاء الله. سعد الغامدي من كثر ما يفكر خارج الصندوق صار أصلع. هشام لو سمحت فكر بنفسك ولا عليك من أحد. هاني النية مصابيب والنتيجة مطبق. بشارة دموع التماسيح جفت. عبد الله جان مداخلاتك الغلط تجيب لك العيد. جابر ضحك 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 بدون محتوى. حسن أخيرا الحمد لله فهم اللعبة في البرنامج. سهيل استطاع بذكائه الخارق أن ينقل تاج محل من الهند إلى فلسطين. زياد مكانك سر والحلا فقدناه. شايع عضو جديد في فريق الإعداد. معاذ إذا مطول في ألعاب الكورة ترى مصير الكورة تنشات. الدبيان أهل الخير موجودين فما يحتاج خيارات في الأسئلة. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى في فقرة الممر. عندنا اليوم شوي قضايا فيها جدل وعندنا